ودعت ناحية يثرب أحد أعلامها شيخ عام عشيرة اللحباب اللواء الحقوقي علي جاسم عباس أحمد إلى مثواه الأخير. وخلال مجلس العزاء الذي حضره عدد كبير من عموم عشائر العراق، استذكر المعزون المواقف الشجاعة للراحل وما قدمه للناحية والمحافظة من مساع في الصلح والاستقرار، متضرعين للباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. تاريخ عشيرة الأحباب في عموم محافظة صلاح الدين حافل بالإنجازات والكفاءة العلمية والأوساط الشعبية وخسارة القامات العسكرية والعشائرية، خسارة لكل المجتمع والسلك العسكري، إذ خسرت عموم المحافظة بقامة عسكرية ولنوى عشائرية. ثانيا، إذ توافدت المحافظات العراقية لتوديع الفقيد الشيخ علي إلى مثواه الأخير. بمزيد من الحزن والأسى، فقدنا المرحوم الوالد الشيخ علي جاسم العباس شيخ عام عشيرة الأحباب في عموم العراق. الشيخ الله يرحمه كان وجه وعلم ورمز من رموز العراق وعشائر العراق وعشيرة الأحباب وقبيلة بني أسد، وكان أب، وتشهد له المحافل العشائرية والمجالس مواقف المشرفة، ولكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان من الرموز الذين ضحوا وقدموا في مسيرتهم الحافلة، وأيضا كان جزء كبير من المحافل العشائرية في حل الخصومات والنزاعات العشائرية على المستوى العام. الحمد لله كان له باع طويل في حسم الخصومات التي تحصل بين العشائر، وكان رجل سباق رحمه الله في دعم الفقراء والمحتاجين، كانت له اليد الطولة في المساعدة على مستوى إدارته لعمله على مستوى الدولة وعلى مستوى العشيرة. كان هذا الرجل رجل صاحب مبدأ ورجل قانون، اشتغل في مناصب الدولة، في عدة مناصب في الدولة، كان رياديا فيها وترقى في أعلى المناصب، في منها مدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع آنذاك. الحمد لله رب العالمين، توفاه الله سبحانه وتعالى قبل يومين، ونحن الآن في هذه العشيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. المعزين الذين قدموا من كافة المحافظات العراقية شاطروا العزاء مع ذوي الفقيد الشيخ علي جاسم الأحباب الذي وافته المنية بعمر حافل بخدمة الوطن وحب الرتبة العسكرية، إذا صاب الحزن على محبيه من جميع الأوساط العشائرية والأمنية ومسؤولي الدولة. أكيد مسيرة حافلة بالخير والعطاء، ومسيرة كان لها دور كبير في التواصل الاجتماعي والنسيج المجتمعي والسلم المجتمعي كذلك، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي الحياة، ولابد أن نتيجة كل إنسان ومصير الإنسان المحترم نسأل، يعني نذكره بالخير ونذكره بالبركة ونذكره بمواقفه الأصيلة. تعزية الأخ الدكتور على وفاة شقيقه الشيخ علي جاسم عباس، وبهذا المصاب نعزيه احنا كجامعة تكريت أخوة كنا معه في الزمن الماضي، واليوم نعزيه بهذا المصاب، وإن شاء الله كان من الرجال الذين قاموا بأعمال صالحة، شراء مقبرة للمسلمين وجعلها وقفا لله سبحانه وتعالى تدفن فيها أموات المسلمين، وبناء المساجد والتبرع، ويسأل عن الفقراء، وكان يدعم جميع المشاريع الخيرية رحمه الله تعالى. رحيم، جينا من محافظة بابل إلى محافظة صلاح الدين نعزي عشيرة الأحباب بوفاة الشيخ الحاج واللواء الحقوقي ومدير الإدارة القانونية سابقا. صلاح الدين والعراق بصورة عامة خسر قامة من قامات العراق، والمرحوم كان إلى فضل على الحكومة وعلى الدولة وإلى بصمة بالمجتمع.
بالإحقاق الحق وبالسلك العسكري وبالدولة. رحيل رمزان من رموز العراق والوطن العربي شيخ لطالما بحث عن السلم المجتمعي واستقرار المحافظات العراقية ومواقفه الشجاع والنبيلة مع كل أطياف المجتمع العراقي الواحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. من مجلس عزاء الشيخ علي الشيخ جاسم عباس الأحبابي، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.